ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف. بداية، أنقرة تقول إن عملية شحن منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 تسير وفق الخطة المرسومة لها. إلى أي مدى تطمئن أنقرة لعدم إصدار أمريكا حزمة عقوبات جديدة نتيجة هذه الصفقة؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. بدايه، على الجميع ان يعلم بان تركيا دوله ذات سياده، وان مشروع S-400 صفقه تمت وانتهت، والحديث بخصوص اي عقوبات مقابل ان تركيا قامت بهذه الصفقه هو خارج عن اي قانون وخارج عن اي اتفاقات او اتفاقيات دوليه. لكل دوله الحق ان تمارس حقوقها الطبيعيه في حمايه اجوائها وبلدها. تركيا الحديث يا سيدي تغيرت، وتركيا الآن على الجميع أن يحترم القرار السيادي لتركيا، وتركيا قامت بما يلزم عمله وأنهت هذه الصفقة. الحديث عن عقوبات أمريكية غير وارد. قضية أن هنالك ردود أفعال من قبل أمريكا بخصوص استثناء تركيا من صفقة الطائرات، هذا الكلام يؤكده حديث الرئيس دونالد ترامب عن أن الإدارة الأمريكية اليوم لا تفكر حاليا في فرض عقوبات على تركيا نتيجة شرائها منظومة صواريخ S-400 الدفاعية الروسية الصنع. هل هذا يعني أن الأزمة انتهت بين الطرفين حسب رأيكم؟ لا طبعا، الأزمة لم تنتهي. هنالك الأزمة الحقيقية ليست قيام تركيا بشراء S-400. الأزمة الحقيقية هي أزمة الثقة الموجودة بين تركيا وأمريكا بناء على معطيات كثيرة على الساحة، من أهمها محاولة الانقلاب الفاشل التي تمت في 15 تموز عام 2016، وإلى الآن رئيس المنظمة الإرهابية فتح الله جولن المسؤول عن هذه محاولة الانقلاب الفاشلة مقيم في أمريكا، يصلح ويمرح وله كل الدعم والحماية. وعدم تسليم أمريكا لرئيس المجموعة الإرهابية رغم وجود اتفاقيات مزدوجة ورغم مطالبة تركيا بذلك وإرسال كل الأدلة بهذا الخصوص، أمريكا ما تزال تمتنع عن إرسال فتح الله جولان. هذا يعطي مؤشر قوي جدا بأن أمريكا هي قد تكون متورطة، هي والسي آي إي في محاولة الانقلاب الفاشل. هذا أولا. ثانيا، ما تزال أمريكا تقوم بتسليح وحدات الحماية الكردية البي واي دي الواي بي جي PKK قسد وغيرها بمختلف أنواع الأسلحة مجانا، وهذه المجموعات تعتبرها تركيا أنها منظمات إرهابية وتستهدف الأمن القومي التركي. 82 ألف ساحنة مزودة بكل أنواع الأسلحة تم شحنها إلى تلك المجموعات الإرهابية، وبالتالي أزمة الثقة مستمرة وأزمة طيب الثقة. بالنظر إلى موضوع العقوبات، الإدارة الأمريكية تقول أننا لن نصدر عقوبات، لكن ألا ترون أن إخراج تركيا من برنامج إنتاج طائرات F-35 شكل من أشكال العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة؟ بداية، قد كلام أمريكا بأنها لن تصدر العقوبات هذا كلام لا قيمة له، لأن الواقع يدل عكس ذلك. هي تريد أن تعبر عن شيء بأنها لا تريد أن تخسر تركيا ولا ترمي بتركيا في حزن الموقف الروسي أو في الدعم الروسي، ولكن بالمقابل إخراج تركيا من صفقة F-35 هذا ليس هو قرار أحادي الجانب ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وأتوقع بأن تركيا ستقوم بتقديم هذا الموضوع للمحاكم الدولية وتكون هنالك قضايا والبحث عن الحقوق. هناك اتفاقيات صحية التي تدعم ما تم الاتفاق عليه، والإخلال بهذه الاتفاقيات يجب أن يعاقب وفق القوانين الدولية، وبالتالي تركيا لن تسقط حقها في هذا الموضوع، وهنالك محاكم وقضاء دولي هو الذي ينظر في هذه القضية. وبالتالي أتوقع بأن تركيا إذا ما استمرت أمريكا بالتعنت فهذا سيؤدي ذهاب تركيا إلى معسكر آخر وإلى مصادر أخرى، وسوف يكون 57 خير بديل عن F-35. الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.